لو رجعت لنادي الزمالك وماتش المصري بالنسبه لنا مباراه مهمه، اتكلمت فيها اكتر من مره قبل كده. دايما لما بتبقى فتره توقف البدايه مهمه جدا، كل ما تخلص توقف البدايات في غايه الاهميه. دي بالنسبه لنا مرحله ال10 ايام اللي فاتوا توقف، فلازم اكون بادئ الدوري بشكل ازاي. هل انا لسه مصمم؟ هل انا على نفس الريتم، على نفس الوتيره؟ اللعيبه مركزه، اللعيبه عارفه هي عايزه ايه؟ فده كله شغل المدير الفني طبعا، وتوفير المناخ المناسب من مجلس اداره. فاعتقادي ده موجود في الوقت الحالي. لو شفنا تصريحات اللعيبه الفترات اللي فاتت وكلامهم عن التضامن اللي موجود، وان رؤيتنا ان شاء الله الفتره اللي جايه، شفنا تصريحات لشيكابالا بتاكد ده، شفنا تصريحات لزيزو بتاكد ده، شفنا تصريحات لسيف الجزيري بتاكد ده. فالحاله دي مهمه، ان اللعيبه يبقى فاهم مطلوب منه ايه السنه دي، وبنحاول نوفر له المناخ الهادي. الحاله ده ما كانش بيتكرر كتير في نادي الزمالك، وانا كنت واحد من اللعيبه اللي مروا بالظروف الصعبه جوه النادي. ففرصه لما يكون في شبه الاستقرار ده يكون اللعيبه مركزه في النقطة دي. فماتش المصري مباراة اسميها عنق زجاجة، تسميها بداية جديدة للدوري، تجدد دايما دوافعك. فريق شرس وصعب، فريق منظم، فريق مع جهاز فني ذكي، فريق بيعرف يلعب بفرق كبيرة بشكل مميز، بتلعب في استاد برج العرب، هم أكتر ممارسة عليه كمان فرقة المصري، رغم إن هم السنة دي يمكن مش بيلعبوا عليك زي كل سنة، لكن هم عندهم مخزون من الخبرات. فأنت عندك بعض العوامل محتاج تشتغل عليها. عودة المصابين لينا مهمة قوي، يعني الحمد لله زيزو ابتدى خلاص كلام على إن شاء الله بنسبة يعني 80% هيكون موجود، وبالفعل ابتدى يتمرن مع الفريق بشكل طبيعي. فتوح وعودته تاني نفسيا مهم جدا، هيكون إضافة كبيرة. الونش إن شاء الله وبدايته في التدريبات الجماعية وكلامه مع اللعيبة والجزء اللي ليه علاقة بالقيادة، ده الونش إضافة كبيرة جدا جدا. ولما الونش لعيب بحجم الونش يدبدب ورا حمزه المسلوسي وحسام عبد المجيد، ينبه ان الامور ايه محتاجه ان الناس كلها تحافظ على مستواها، مفيش وقت لل يعني التراخي. فدي نقطه مهمه جدا. كمان لو رجعت لكم تاني لحته تصريحات شيكابالا اتكلم على فيها، يمكن شيكابالا من اكتر اللعيبه في الوقت الحالي وفي الجيل الحالي استمراريه مع نادي الزمالك. ذكر ان بقاله اكتر من 30 سنه بيلعب في نادي الزمالك، ودي حقيقه، ويمكن اكتر من كده كمان من قطاع الناشئين. فهو لامس روح جديده ولامس مناخ مختلف. كلنا عارفين من الاسباب اللي عطلتنا فترات طويله، يمكن فتره مش قليله، ما تقلش عن 20 سنه. فلما عمر اللاعب يعيش فيه 20 30 سنه، هو لعيب اصلا الكوره دورته في الملاعب قد ايه؟ لما ضيع منك 10 و20 سنه، ولا ضيع من عمر نادي 10 و20 سنه، ده الحقيقه مكلف جدا جدا. وعشان اكون صريح معاكم، ده اللي كلفنا الى الان على جميع الاصعده، مش بس ماديا، ادبيا وصوره ذهنيه وتربويا وماديا وحتى انشائيا، انك ما بقاش عندك فرع واثنين وثلاثه، دي كلها عطلتنا كتير جدا جدا. فشاهد عيان على القصه دي شيكابالا، احد اللاعبين اللي كان زمايلنا طبعا واخونا الصغير واحنا عاصرنا الفترات دي. لكن شيكابالا استمر بسم الله ما شاء الله وقعد فتره طويله، فيقدر يقول لكم الفروقات. شيكابالا كمان اللي يعرفه كويس هيعرف ان هو تلقائي، ويعرف ان هو مش بيجمل الكلام ولا يعني بيقول كلام مش حاسه، هو شيكابالا طبيعي من جوه. ده الناس اللي تعرف شيكابالا مقربا يعني عن قرب بشكل كبير. فشيكابالا اتكلم ان شايف روح جديده، شايف مناخ اكثر هدوءا، شايف الناس بتحاول تفرض التركيز للعيبه، تخرجهم بره كل المشاكل، شايف في لغه حوار مختلفه، في اصرار واراده حقيقيه لحل المشاكل اللي نقدر نسميها مزمنه او كانت مؤجله او كانت مترحله او بتترمي على اللي بعدك على طول. فالنوع ده من الكلام واحد زي شيكابالا ككابتن فرقه لما يقوله ويبقى رساله للعيبه ورساله للجمهور، تحسسنا بالرؤيه الجديده، وتحسسنا بالكلام اللي اتقال قبل كده، ان شاء الله في نيه للتطوير ونيه للتعديل بامر الله. بدأناها على فكره، يمكن لما تاخد بطولتين في الظروف الصعبه وتدفع فلوس كتيره جدا من اللي عليك وتحاول تعمل تدعيمات وتحافظ على القوام، لا الحقيقه انت بدأتها، لكن هي ممكن تكون محتاجه وقت طويل شويه، لكن بدأتها. فشيكابالا لما يتكلم ده ويدي طبعا دفع للعيبته، حتى لما علق على ان زيزو الناس اللي ممكن تتكلم عن فكره ان اوضه اللبس وان زيزو تجديده يبقى بالنسبه لنا صعب، بالعكس كل اللعيبه بترحب بوجود زيزو. والحقيقه بنشوف ده في صور كتير جدا مع احتفالاتهم مع زيزو، مع قربهم من بعض، مع الفيديوهات اللي بيعملوها مع بعض، وان احنا مصممين ان شاء الله لو في نصيب يبقى زيزو معانا بامر الله، وان اللعيبه كلها بتطالب بوجود زيزو وجوزيه جوميز. فكل الكلام اللي له علاقه بقى بال اللي علاقه بايه، ان اشاعات كتيره ومجرد يعني فكره تشتيت للعيبه، الحقيقه كلام اعتقد اللعيبه دلوقتي بقى مدركينه اكتر. وفرصه وجود واحد زي شيكابالا في الفريق يعني يخلينا ايه، يخلي اللعيبه تصدق اكتر، لان الراجل ده مر بمنحنيات زي دي كتير، وتقطع فيه كتير، وتعرض اكتر واحد تعرض لتشويه قبل كده، وتعرض لحاجات الحقيقه ليس لها علاقه بشخصيه شيكابالا تماما. وقبل كده كان يتم استفزازه بشكل مقصود وبشكل مباشر،
وبشكل الحقيقه فج، كان امور غريبه جدا واي عقوبات تفرض عليه كانت تبقى مبالغ فيها بشكل كبير. فحديث شيكابالا عن زيزو جوميز بيعني ان الهدوء موجود جوه اوضه اللبس والاستقرار، وهيحقق ان شاء الله مزيد من البطولات الفتره اللي جايه. وده كان نفس الكلام على فكره زيزو لما اتكلم اكده وقال ان ان شاء الله الموسم ده الزمالك مستعد بشكل مختلف، وبامر الله يكون فرصه ان نوصل لابعد مدى، وان الزمالك يقدر مع فرض الهدوء والاستقرار، وده اللي الزمالك الحقيقه معودنا عليه في اي نظام واي هدوء بيقدر يحقق بطولات بامر الله.